البركه في سعادته. طب افرض سعادته اتنقل اترفد مات يا جدع، تودينا احنا التلاته في داهيه عشان خاطر سعادته؟ لا اله الا الله. طب كنت اقول له ايه؟ كان لازم يدينا ضمانات يا احمد. انت اللي بتقول كده يا محمد؟ ازاي يعني هنقول له هات ضمانات؟ هيقول لنا لا يا جماعه الموضوع ده كان فيه مشكله من الاول، ما ينفعش. ساعتها بقى سعادتك هتقول له خلاص سعادتك متشكرين مش عايزين الارض. يا ابني انت مش فاهم، ده احنا كده ممكن الفلوس تضيع علينا، الفلوس كلها. يا حاج لا هتضيع ولا حاجه، الراجل عنده الحل بس هو مش عايز يقوله لك عشان يفضل يحلبك. لو انت فاكر يا حجيجه انك اول ما تدي له فلوس هيخلص، مفيش. لا طول ما هو بيقدم لك خدمات، طول ما هو مديد لك ايده. يا نهار اسود، ده احنا كده هنخش في موال ومش هنخلص منه. تهتوا الإناء، بدل ما يحلبنا نحلبه هو. ازاي يا حجيجه؟ هقول لك ازاي. اول ما ورق الارض يخلص وقبل المشاكل بتاعت الكهرباء نبيع احنا الارض. واحنا بنشتري الارض عشان نبيعها يا حاج. يا عم انت استنى بقى، الله، الراجل بيقول فكره حلوه قوي قوي، لا هي اول ارض ولا اخر ارض. بس المهم بقى يا حجيجه، هنبيع نكسب. طبعا طبعا يا احمد يا اخويا حبيبي نكسب، اه، ونشتري اي حته ارض تانية. اهم حاجه نجيب يا جامد يا اجدع سعاد غزدان في مصر. مصر بس، بالعالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب يا احمد الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا، امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. ومال نجرب يا فندم، نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس. بس اهم حاجه عندنا خوك فايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه، ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. مش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعه والصناعه والكهرباء والمواد الغذائيه. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجه يا استاذ فضال. يا سعاده الباشا زي ما سعادتك تشوف، ونحابب نخليها شراكه. لا لا يا حاج فتحي، شراكه ايه وبتاع ايه، خلينا في الظل احسن. على رايك. والظل ستره برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك، لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا، وبعدين العيون هتكتر وتتكلم، وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعاده الباشا فاهم، وانا عينيا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده، عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني. اهو كده يا سعاده الباشا، والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. انا فاهمك يا حاج احمد، المصلحه دي ما تتعملش جهجهوني كده، لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي، لا شيك ولا نقدي. الله، امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولاده واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس كلها مصدر، لما حد يسألك من أين لك هذا تعرف تجاوب. طب وإيه البضاعة اللي شغالين فيها؟ أي شغل، سجاد عجل، عربيات، أجهزة كهربائية، المهم تعرف السوق محتاج إيه وتجيب. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه أهو، مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ إحنا التلاتة هنسعد إن شاء الله، أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقول لك أهو، اعتبر نفسك متعين وشغال معانا وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة كلها ملهاش علاقة بسيادة المحافظ؟ أنا رأيك والله يا أستاذ فضال،
مش هو رئيس جمهورية المحافظة؟ أيوة، بس في حاجة، إحنا شغلنا مش في محافظة واحدة، في معظم المحافظات. ومال ما كل المحافظات بتنفذ على بعض. بس أنا ليه شرط، المحافظ ما يعرفش أي حاجة بخصوص المرتب. ليه؟ بس أنا بعمل ده كله لمصلحتنا. ها؟ المحافظ بتاعنا الفيزيتا بتاعته عالية قوي، مش هتلاحقوا عليه لو دخل معاكم في كل مشروع. خلاص بقى يا أستاذ، قلنا سعادتك والمحافظ على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله العظيم يا سعادة الباشا، القعدة ما تحلى غير في وجود سعادتك. ربنا يخليك، ربنا أمر سعادتك يا فندم. دفنت الغزالة في التلج ولا لحستها؟ دفنتها يا فندم. شوف يا فضالي، الغزالة دي لو باظت ولا ريحتها ما عجبتنيش على ما نوصل مصر هطين عيشتك. حتى لو ما باظتش يا فندم وحضرتك عايز تطين عيشتي، احلم في أي وقت. طب يلا يلا على الكل. ولا أقول لك هات لي نظارات العناية من العربية. حاضر يا فندم. هو ساعتك عايز تقرا الطعام ولا حاجة؟ لا بس فرض احتجت النظارة ولا حاجة، يبقى ساعتها هعمل إيه يعني؟ ساعتها سيادتك تبعته تاني وتديله بالجزمة كمان، في صنف زي الفضالي كده يحب الضرب بالجزمة. لا لا يا فتحي بيه، بس هو بيني وبينك هواية عندي إن أنا مشور فضالي رايح جاي. لا بس هو بيحب سعادتك قوي. ولا بيحبني ولا حاجة، هي الميزة الوحيدة للفضالي إنه كتوم قوي وعشان كده انا متمسك بيه، لكن غير كده هو ما يستاهلش الا الرمي. خلاص سعادتك، اول ما اجيب النضاره خدها منه وارميه على طول. والله احمد معاه حق، بس بعد اذن سيادتك يعني كان ليا سؤال صغير عندي. اتفضل يا فتحي بيه. هم بتوع الكهرباء لو جولنا في اي وقت ممكن يبوظوا لنا الدنيا، يوقفوا لنا المصلحه؟ قصدك تقول يكهربوا لنا الدنيا؟ لا كهربة ايه، اي كهربا نقف على الخشب. بالظبط كده. النضاره يا باشا. ميرسي يا فضالي. اقعد كل بقى الف هن. اغرف له يا محمد، ده الاستاذ فضالي ده حبيبي. ما ردتش عليا سعادتك بالنسبه للموضوع الكهرباء يعني. والله يا فتحي بيه الحاجات دي نقدر نحلها لما نصطدم بيها، لما تحصل الحادثه، وطول ما الحادثه ما حصلتش احنا كده في الامان. تمام سعادتك، بس احنا بنقول يعني نفترض ان في حادثه هنضيع فيها. يا سيدي ولا هنضيع ولا حاجه. وساعه استنوا بقى يا اخوانا، عشان احنا بقى لنا 3 ساعات عمالين نبرم بحيرات عليا وبحيرات سفلى وصحراء غربيه وصحراء شرقيه. انا تعبت يا اخوانا، خلاص مش قادر. يلاك يا دي يا محمد، ده تسع صغير، امال انا اقول ايه؟ يابا. وبعدين لازم تتعب يا محمد، لازم تتعب عشان تحس بطعم الراحه يا واد. ممكن بقى حد يقول لي اخره البرم ده ايه؟ تكونوش ناويين تشتروا وادي الريان رخر؟ يا ريت، شوف لنا بس بايع واحنا اشترينا خلاص. طب ولو موجود البايع؟ يبقى من بكره نشتري على طول. طبعا هنشتري ايه؟ نشتري صحراء شويه رمل. رمل وايه يعني؟ كلها ارض الله. انت تعرف يا محمد ان الصراع دلوقتي قايم على فكرة الارض، كل ما بقى عندك ارض كل ما عرفت تركب الارض. الله، سامع الكلام الموزون؟ صح طبعا يا احمد، الارض عاملة زي الدهب. والله. طب اقول لك على حاجة، انت عارف احنا لو اشترينا وادي الريان ده يكون عملنا ايه؟ زي ما يكون اشترينا محمية طبيعية. عارف يعني ايه محمية؟ عارف يا حاج. يعني ايه محمية؟ والله العظيم عارف يا حاج. يعني ايه؟ زي محمية راس محمد وسانت كاترين والمحمية اللي هناك دي. والله يا واد نشتري لك محمية. هو انتوا بتهرجوا ولا انتوا بتحلموا ولا ايه ظروفكم بالظبط؟ احنا بنحلم طبعا يا محمية، بس هو الجد ايه غير الحلم في الاول. قولي لي مين فيكم يعرف هما سموه وادي الريان ليه؟ انا طبعا معرفش يا احمد يا عسلية. لا صحيح، سموه وادي الريان ليه؟ بص يا حماد، كان في زمان ملك اسمه الريان ابن الوليد. الملك ده جاب الحاشة بتاعته والجنود والجيش وكل حاجة، قعد هنا فترة طويلة قوي، حس ان ده اجمل مكان شافه في حياته كلها، قرر انه يستقر. بعد كده هم سموه على اسمه الريان، بس الريان الريان معناها المشبع بالماء. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بتتكلم جد يا احمد؟ الارض الصحراء دي مش شبعة بالمية؟ ايوه طبعا، بس هو مش مية بمعنى المية يعني، المية هنا بمعنى الرزق البركة. بركة فعلا، المكان مليان بركة يا جماعة، شلالات عليا وشلالات سفلى والمدورة، وادي الريان، قارة جهنم. كل أعوذ برب الفرج، قارة جهنم ده اسمها لوحده الكهرب يا أحمد ولا يلسوع. يا ساتر يا رب. سموها دلوقتي وادي حيتان. غير كمان عيون الريان وجبال الريان. الله الله، دي الجنة يا جدعان، الجنة. طب انتوا عارفين بقى ان اسم الريان ده اسم باب من أبواب الجنة لا يدخله غير الصائمين. الله الله على ابواب الجنه ورزق الريان وكنوز الريان وفلوس الريان.
هما جايب الريان وشلالات الريان. يا جماعة أنا حاسس إن باب الجنة اللي بحلم بيه طول عمري اتفتح. الله يبارك فيك يا أحمد. يبقى وارب الباب ودخل اخواتك معاك. ايه ده انت بتتكلم في ايه؟ انت فاكر ان احنا هنسيبه يخش لوحده كده؟ ما عملهاش، عمري ما عملها. هندخله جماعه يا ولاد.